اسمحوا لي أن أعيد التأكيد مرة أخرى على قضية أثق أنها تؤرقنا جميعا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية، ألا وهي قضية الأمن المائي العربي. وأنني لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي ضمن منتدى التعاون العربي الصيني، بحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية. كما أنني أود أن أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها. السلام عليكم. لما مصر فكرت تبني العاصمة الإدارية الجديدة كانت الصين أول من شارك في هذا البناء، بل إن الصين النهاردة بتشارك في استثمارات بحي المال والأعمال اللي بتقدر استثماراته بحوالي 3.8 مليار دولار، ده عشان تنشئ هذا الحي اللي فيه عدد من المباني شاهقة الارتفاع. النهاردة أكبر شركة بتعمل في هذا الحي هي شركة صينية، بنتكلم على البرج الأيقوني حوالي 360 متر، بنتكلم على حوالي 10 أبراج أخرى مرتفعة، بنتكلم على 4 مباني سكنية كبيرة، وبنتكلم على 5 فنادق فاخرة، يعني حوالي 19 مبنى موجودين داخل حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف البرج الأيقوني اللي بتشارك أيضا الصين في إنشائه. النهاردة الصين متواجدة في مصر بعدد من المشاريع الإنشائية المختلفة، بنتكلم على مشاريع في الكهرباء، في البترول، في الغاز الطبيعي، في السكك الحديد، في الطرق، في المواني، في المعادن، في الصناعات الكيميائية، وفي النسيج، وفي الأجهزة المنزلية. النهاردة الصين متواجدة بشركاتها ومنها عدد من أشهر الشركات الصينية. لما بنتكلم عن شركة هواوي للتكنولوجيا، شركة كوتكو للأجهزة المنزلية، الشركة المصرية الصينية المتخصصة في صناعة معدات البترول وخاصة الحفر، وشركة سايك موتور المتخصصة في تصنيع السيارات، وشركات أخرى صينية موجودة في مصر. بنتكلم على استثمارات، من الاستثمارات الصينية في مجموعها 68% من استثماراتها في المجالات الصناعية. اللي عايزاه مصر انها تنقل ما يسمى كده بالنوهاو تكنولوجي، او التكنولوجيا الخاصة بمعرفة كل شيء عن تكوين وتصنيع المكونات الاساسية. النوهاو دي موجودة مع دول يعني مش كتيرة في العالم، دول متقدمة، هي لازالت غير موجودة معنا بكثافة، وبالتالي ده جزء بتتعامل في مصر مع الصين ومحتاجة دعم الصين في تعزيز وجود هذا النوع من التكنولوجيا. رقم 2، الصين كمان متواجدة معاك في استثمارات خاصة بالتكنولوجيا حوالي 9%، وعندك كمان 15% من استثماراتها خدمات تمويلية. الصين النهاردة متواجدة معاك ايضا في قناة السويس. الصين كانت من اول الدول اللي عملت منطقة صينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. الصين مرتبطة بمصر بمبادرة الحزام والطريق، المبادرة اللي هتكون احد مساراتها هي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. الصين ورئيسها شي جين بينغ عندما تحدث عن مصر ركز على أهمية الموقع الجغرافي المميز لمصر، وقال ان احنا نسعى للاستفادة من هذا الموقع، وان مصر بتمتلك موقع متميز غير موجود في دول كتيرة. النهاردة العلاقة المصرية الصينية بتتحدث عن علاقة تعتبر علاقة اقتصادية قوية رغم من قلة حجم الاستثمارات الصينية في مصر مقارنة بالمملكة العربية السعودية، ولكن الموضوع فيما يتعلق بالمملكة له أبعاد أخرى، أبعاد متعلقة بالتنافس أو الرايفلري مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن خلينا أكلمك عن طرح وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة اللي جمعت مصر وعدد من الدول العربية مع الصين. عايز أقول لحضراتكم إن هذه القمة تحدث فيها الرئيس بمنتهى القوة عن طبيعة العلاقة المصرية الصينية، وتحدث كمان عن ملف مصر المائي. خد بالك انه كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما تحدث في القمة لم يتطرق لملف مصر المائي، لانه خليك عارف ايضا ان هناك علاقة جيدة ما بين الصين واثيوبيا، جزء من سدود اثيوبيا ومكونات هذه السدود انشأت عن طريق شركات صينية. يعني انا بتكلم على استثمارات ايضا قوية للصين في اثيوبيا وفي افريقيا، واستثمارات ايضا في الكونغو. الكونغو النهاردة خشبها بيروح على الصين، صادراتها من الخشب كلها او معظمها متجه للصين، والكونغو دي تعتبر اكبر غابة من الاشجار موجودة في القارة السمراء وتاني اكبر غابة في العالم. لكن عايز اقولك انه لطبيعة العلاقة الصينية المتشابكة مع المنطقة، يعني النهاردة زي ما انت ليك علاقة قوية مع الصين، فاثيوبيا لها علاقة قوية جدا مع الصين،
ولكن انت لا تعمل بمفردك. يعني انت النهاردة موجود في ضمن تحالف عربي، النهاردة مصر هي المملكة، هي البحرين، هي الامارات، هي دول المنطقة، هي دول الخليج. وبالتالي عندما تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته لم يتطرق لملف مصر المائي. وهنا جت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة اللي تحدث فيها على ضرورة ان يكون على جدول الاعمال الخاص بهذه القمة لاحقا ان يكون في ما يتحدث بقضايا الامن المائي العربي، وهنا بيقصد طبعا الامن المائي المصري والامن المائي السوداني. وزي ما حضراتكم سمعتوا في البدايه الرئيس تحدث على انه يدعو ان تكون قضيه الامن المائي العربي على راس اولويات لقاءاتنا المستقبليه القمه العربيه الصينيه. وزي ما قلت لك القمه دي هتعقد كل سنتين بحسب التلفزيون الصيني. عايز اقول لحضرتك ان هو لما دعا ايضا الرئيس الاثيوبي ابي احمد للانخراط واثيوبيا بشكل عام للانخراط بمفاوضات جادة وحسنة النية، هو تحدث عن الانخراط في مفاوضات مع مصر للوصول لاتفاق قانوني وملزم، لأنه أنت موجود كصين في المنطقة وموجود كصين مع العرب في شراكة النهاردة، وبالتالي ما ينفعش أنا تهدر حقوقي المائية من قبل دولة أنت ليك علاقة بيها وأنت النهاردة بتعمل علاقة معنا كعرب. يعني النهاردة الصين بتعتبر معتمد أول على البترول السعودي، السعودية هي أكبر مصدر للنفط للصين، ده بخلاف أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، ليست أكبر منتج ولكنها أكبر مصدر للنفط في العالم. وبالتالي السعودية النهاردة مصدر للصين أول، وبالتالي الصين كمان تحدثت عن زيادة كم الصادرات أو كم الواردات اللي هتحصل عليها من النفط السعودي ومن الغاز المسال العربي. يعني الصين النهاردة مزيد من تعميق الشراكة مع العرب وزيادة استثمارات صينية في السعودية، بتتكلم على اتفاقات ب 30 مليار دولار خلال القمة الأخيرة ما بين الصين والمملكة العربية السعودية فقط. فأنا بكلمك النهاردة على أن الصين تكون ضاغط أو عامل ضغط كبير لوضع حد الانتهاكات الإثيوبية في ملف المياه وتعديها على نهر النيل. إذا قدرنا نحصل على هذه الجزئية وتكون الصين ورقة مع مصر بالضغط العربي وليس المصري فقط، خد بالك الضغط العربي يكون أقوى. الاستثمارات الصينية حضرات بتتكلم على مليارات المليارات موجودة، أكبر استثمارات موجودة من خارج المملكة أو في المملكة من بره هي من الصين. يعني المملكة العربية السعودية استثمارات الصين فيها بتسبق الولايات المتحدة الأمريكية وبتسبق الاتحاد الأوروبي. يمكن من سنتين كانت الاستثمارات الصينية اللي أو الاستثمارات السعودية الخاصة من الاتحاد الأوروبي هي كانت أكبر، وكانت الاستثمارات الأمريكية أكبر من الصين. لكن النهاردة الصين هي تعتبر حوت العالم في الاقتصاد، ويعتبر دخل على أنها تكون اقتصاد قوي جدا خلال الفترة القادمة. فعايز أقول لحضراتكم أن دي جزئية محتاجين إحنا نصل فيها الاستغلال أكبر. النهاردة الصين والكلمة الطيبة عن الرئيس الصيني أو عن الصين من قبل الرئيس السيسي تحدث فيها على أن الصين دولة لا تتدخل في مسائل أو أمور خاصة بالدول من الداخل، يعني دولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول. ودي طبيعة بتميز الصين، ما بتعملش زي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. ده من وجهة النظر أو بما تعني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته النهاردة، لأنه مش لازم يقولك أنت أمريكا بتتدخل أو أنت اتحاد أوروبي بتتدخل. كمان تحدث بيؤكد هذه الجزئية كلمته عن حقوق الإنسان. نحن النهاردة مسألة تسييس حقوق الإنسان، كل شيء النهاردة في القضايا الدولية بقى تسييس. النهاردة حقوق الإنسان تسييس، النهاردة أي حد مطلوب وعليه قضايا داخل مصر بيقول لك ما تسلموش لمصر، وبيطلبوا من الدول اللي عندها الأشخاص دي ما تسلموش إن كان هؤلاء الأشخاص في دول أخرى، ولو عندهم مش هيسلموهم. فالنهاردة الوضع ده مختلف شوية مع الصين من هذا الجانب. أيضا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن مزيد من تشجيع السياحة الصينية، يعني قال كده إنه بيتطلع لتعزيز السياحة الصينية في مصر، لأن النهاردة السياحة الصينية في مصر غير كبيرة أو غير جيدة مقارنة بدول أخرى. عايز اقول لك كمان انه تحدث عن يعني تقدير الجهود الخاصه، تحدث الرئيس الصيني عن تقدير جهود مصر في حفظ السلم والامن في المنطقه، جهود مكافحه التطرف في المنطقه، وتحدث عن امور عديده. لكن عايز اقول لحضرتك ان النهارده ايضا تحدثوا عن قمه المناخ كوب 27. تحدث الرئيس طبعا وجه رئيس الصيني شي جين بينغ التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح هذه القمه. الرئيس السيسي في نفس الوقت تحدث عن انه مصر قدرت انها في ظل التجاذب او التنافر الدولي الشديد الموجود حاليا انها تحصل على وعود والتزامات من الدول، وحصلت او اسست صندوق الخسائر والاضرار اللي قدرت بيه مصر انها تلزم الدول الغنيه بدفع مستحقات ماليه للدول الفقيره اللي مش قادره تواجه اضرار تغير المناخ. اي دوله عندها مشاكل هتقدر انها من خلال هذا الصندوق تواجه الكوارث اللي عندها. العام الماضي كانت باكستان تلتها غرقان
بسبب فيضانات خسرتها حوالي نص او اقل من نص الناتج القومي اللي عندها. وفي نفس الوقت كانت الهند بتعاني من ارتفاع درجة الحرارة. فعايز اقول لحضراتكم انه النهارده لو اتكلمنا على التبادل التجاري بين مصر والصين، هتجد طبعا وبكل تاكيد ان الصين ممكن تقول اكتر من 7-8 اضعاف مصر. يعني النهارده في التسع شهور الاولى من هذا العام بنتكلم على حوالي 1.5 مليار دولار صادرات، قيمه صادرات مصر للصين. في العكس او في المقابل بنتكلم على حوالي 11.1 مليار دولار قيمه الصادرات الصينيه لمصر. فانا بقول لك اضعاف كتيره. لو اتكلمت على انه الزياده يعني السنه دي 1.5 من مصر في التسع شهور الاولى، لو قارنتهم بالتسع شهور الاولى من العام 2020 هتجد، او من 2021 هتجد انهم كانوا 1.1، يعني زياده 36%، زياده ايجابيه حوالي 400 مليون دولار في تسع شهور. في نفس الوقت ايضا زادت الصادرات الصينيه لمصر. لو قلت لك انها كانت في اول 10 شهور من او اول 9 شهور من العام 2021 كانت حوالي 10.6 او 10.7 مليار، فانها زادت وصلت ل 11.1 مليار في التسع شهور الاولى من هذا العام. حجم التبادل التجاري بيصل لحوالي 12.7 مليار دولار في اول 9 شهور من هذا العام. لكن لما اكلمك على الاستثمارات الصينيه في مصر هجيب لك رقم سهل. استثمارات الصين في مصر العام المالي الماضي اللي هو 2021-2022 بتتكلم في اكتر من 550 مليون دولار استثمارات صينيه في هذا العام، يعني بالضبط ممكن نقول 563 مليون دولار. لو بصيت على العام اللي قبله هتجد انها كانت 485 مليون دولار. فالاستثمارات الصينيه زادت ولكنها ليست او ما زادتش بشكل يعني كبير. استثمارات المفروض ان احنا نتكلم على مليارات الاستثمارات. النهارده كمان خلينا اكلمك على انه الاعلام الصيني لما بيناقش موضوع العاصمه الاداريه الجديده فهو بيناقش الموضوع من ايجابياته وسلبياته. يعني هم كانوا في تقرير زي ما حضرتك شايف كده بيتكلموا على انه العاصمه الاداريه المفروض انها هتأوي او هتضم اكتر من 6 مليون مواطن حال اكتمالها في مراحلها المختلفه. النهارده بيتكلموا على الابراج اللي الصين بتشارك فيها باستثمارات ضخمه جدا، بيتكلموا على الاستثمارات وحجم المبالغ اللي هتدفع في هذه العاصمه. عايز اقول لحضرتك انهم بيتكلموا على مبالغ اب تو حتى 50 مليار دولار، من 25 ل 50 مليار دولار. ولكن خليني اقول لك انه مثلا مدينه نيوم السعوديه بتتكلم في استثمارات حتى 500 مليار دولار. يعني النهارده الدول دي عندها طموح سواء مصر او السعوديه في انشاء يعني مدن كبيره جدا تعمل حجم اقتصاد كبير او تكون سعه لعدد كبير من الناس المواطنين الاعمال، تكون شكل مختلف ومغير عن العصور السابقه او عن شكل جغرافيا المكان في العصور السابقه، وبالتالي بتنشئ هذه المدن الجديده عشان تكون حاضرات جديده تختلف شكلا ومضمونا عن الحضارات القديمه. لما نتكلم على يعني الاعلام الصيني نفسه بيتكلم على القاهره انها وصلت 700 او زادت 500 الف مواطن في عام 2017 تم اضافتهم لاجمالي تعداد سكان القاهره، وبالتالي وصلت النهارده لحوالي 22 مليون مواطن. انشات مصر العاصمه الاداريه وفيها استثمارات صينيه عشان تخفف الضغط عن القاهره، ولكن هم تناولوا ان الموضوع متعلق فقط بقطاع معين او بجانب معين، ما تناولش خدمات مجتمعية مع الفقراء. انا بقول لك يعني هم اتكلموا عن هذا الموضوع، ولكن خليني اقول لك انه العاصمة الادارية الجديدة هي احد علامات الشراكة مع الصين، علامات قوية جدا للشراكة مع الصين. والنهاردة زي ما قلت لك القضية الاهم هي قضية الماء والامن القومي المائي المصري. الامن القومي المائي المصري اللي النهاردة ممكن تكون الصين مفتاحية فيه. والنهاردة ممكن تكون هذه العلاقة نقطة تحول في وضع مزيد من الضغوط على اثيوبيا، خاصة في كم العلاقة الجيدة او الايجابية ما بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج مع الصين تحديدا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نستفيد من هذه العلاقة ونقدر كمان نحقق بها مصالحنا، لان الدول النهاردة ما هي الا مصالح مشتركة ومتبادلة. بشكر حضراتكم جدا، ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.